تكون كانت يمكن يطلبون سيسة للحجور الشبابي جديد أنا اللي تنطلب من هاد الناس راه فريق النادي يقول يدري راه أخرق إلا كان شي رجال أول بعد كاين نداء عندك الشعبي إلا كان تيقول لك غادي نوض القطاع الرياضي راه برلماني ما درتي حتى سؤال في البرلمان على وضعية النادي القنيطري ولا على النقل هذا السيد هذا برلماني ما درتي حتى سؤال على النقل وعلى الرياضة وأنت صممنا عليك كشعب وتنطلب من الرئيس مجلس البلداني ما يبقاش يدخل في النادي القنيطري يعطي الفلوس هذيك الفلوس ديال الدولة والملك جلالة الملك هو اللي فرض على اي جماعه تعاون الفريق ما يبقاش يدخل فيها سياسيا لان هادشي كثر وكثر بزاف المدرب اللي جا تيسرق واش مدرب دا 80 مليون جابو داخل 60 مليون فينا هما هاد اللعابه ديال القنيطره كلهم فرقين على الفراقي شكون السبب ما عندنا لا مكتب لا مو الخريطه لا والو مو الخريطه تقيد في الدفتر تيطبعوا له راه تيخلص وراه ما مخلصش حتى واحد ما مخلص كاين خمسه الجراثيم في الكاك وهاد الخمسه الجراثيم تيسيروا من الرباح تنقول لهم نتوما بخمسه زائد ربع سيروا بحالكم تتحملوا